أمي صدر الحنان، أمي كل الزمان، أمي صدر الحنان، أمي كل الزمان، دونك مالي أمان يا نور المكان، دونك مالي أمان يا نور المكان. أنا أدعي لك من قلبي بكل فرض وأذان، أنا أدعي لك من قلبي كل فرض وأذان، عسى ربي يختار لك أعلى الجنان، عسى ربي يختار لك أعلى الجنان. دفاع حضنها نفسي بسكون، دفاع حضنها نفسي بسكون، ومن غيرها ضايع بالهموم، ومن غيرها ضايع بالهموم. من أمها عايشة بحفظ الرحمن، من أمها عايشة بحفظ الرحمن، ومن مثلي أمها عند باريها بالغفران، ومن مثلي أمها عند باريها بالغفران. أمي صدر الحنان، أمي كل الزمان، أمي صدر الحنان، أمي كل الزمان، دونك مالي أمان يا نور المكان، دونك مالي أمان يا نور المكان. صلاتي على محمد سيد الكرام. الله، يا سلام. طبعا الفنانة حياة صالح نورتينا اليوم في برنامج سيدتي، واكيد اشكر وجودك معنا. الله يسلمك. يعني بس اخفي علينا عشان المكياج حيخرب ودموع حتسيح وكذا. انا والله يسعدني بعد استضافتكم وتشريفي، ويكفيني طلب الإدارة أنها طلبتني شخصيا. يعني شكرا لك. أكيد كان لازم اليوم تكوني موجودة معنا، وأكيد نورتينا. لكن خلينا من خلال هذه الفقرة ومن خلال وجودك معنا نتعرف على بداياتك إذا ممكن. والله بداياتي يعني بالتسعينات. بداياتك حتلحنيها بالعود؟ لا، من غير العود. ممكن نقول بداياتك. سم إيه؟ أبد من صغري كنت يعني من أهل الفن، معجبة في الفن، هواياتي نميت بدون ما أشعر. يعني فجأة كذا تعلم شوي شوي العود وصرت فنانة بدون ما أحس. من عمر كم حسيت أنه عندك هذه الموهبة؟ والله من زمان، من عمر 13 سنة. وكيف نميتيها؟ مع تجاربي ومع عزفي ومع غناء، يعني كل يوم تدريب تدريب زي كذا. حلو. طيب يعني لو نتكلم على فترات بدايتك في هذا المشوار، يعني خصوصا انه احنا في السعوديه اتوقع بدايه ما بداتي ما كانت يعني عندنا مواهب كثيره في هذا المجال، فخلينا نتكلم شوي على المراحل. كيف بداتي؟ ايش الصعوبات اللي واجهتك؟ والله اول ما بدينا في الزواجات تعرفين كل فننا محتوينا ومكدسينا في الزواجات، زي مسارح زي الاشياء هذه ما عندنا. صحيح. عرفتي، بس نغني في الافراح في الحفلات السهرات. هذه يعني حياتنا. أي. خارج لا. ولقيتي كيف اقبال الناس؟ كيف تفاعلوا معاك الناس بهذيك الفتره؟ احنا نتكلم على طبعا سنين ورا. والله ذيك الفتره ناس في سميعين واهل فن وذويقين،
الدليل انه لحد الان الحين الناس ما تطلب الجديد، تطلب القديم. تطلب القديم صحيح الجديد. حتى تصدق يعني مو بس الناس اللي مثلا خلينا نقول كبار السن، لا حتى الفئات الصغار الحين صاروا بيسمعون يرجعون لاغاني زمان. الا اكيد صحيح. الا اكيد ايام زمان غير عن اغاني الحين اللي دارجه. ايش الفرق بين اغاني زمان والاغاني لا الحين؟ اول الكلمه قويه، اللحن قوي، دحين انت شايفه وعايشه في الساحه الفنيه. صحيح. يعني جس اغاني كلها حقت يعني الصغار دول اللي شخبط شخابيط. ايوه شخبط شخابيط. أي. طيب جميل. حلو. طبعا الفنانه حياة الصالح اكيد احنا اليوم نشكرك ونشكر وجودك معانا. تسلمين. واكيد منورتنا اليوم، واكيد اقول لك كل عام وانت بخير. وانت بخير وكل الامهات ان شاء الله بخير وبصحه وسلامه. يا رب. شكرا ثاني مره على برنامجكم. شكرا لك، وهذه هديه طيبة بسيطه حبيبتي. مقدمه لك. الله يسلمك. شكرا حبيبتي. تسلمين. شكرا. الله يخليك. شكرا لك طبعا. الله يسلمك. طيب خلينا نعيد الامهات في هذا اليوم أغنية من صوتك ممكن؟ إن شاء الله أكيد أكيد. طيب قبل ما نختم بالأغنية خليني أرحب بضيوفي طبعا، بس تتفضلوا معانا. تفضل. طبعا أرحب فيكم مرة ثانية. تفضلوا. يا هلا وسهلا. تفضلي. يا هلا فيك. طيب تفضلي خلود. طب انت ممكن تتفضلي مكاني. ممكن انا اوقف هنا. طبعا اشكر وجودكم معنا اليوم، واكيد حنختم باغنيه بصوت الفنانه حياة صالح. طيب احنا عندنا ضيق وقت، فاشكر وجودكم معي اليوم، نورتونا اليوم في برنامج سيدتي، واكيد اقول لكم مره ثانيه كلكم كل عام وانتم بخير. خلود لسه انا ما حقول لك الحين لما تجيبي بيبي. كل عام وانتم بخير. وطبعا عندنا رساله من فريق برنامج سيدتي حنسمعها. طيب خلينا نقطع الكيكة. تساعدوني. كيف عساي أن أكرمك يا أجمل كلمة من حرفين قد نطقها ثغري الصغير. ماما، ماما أنت عيدي طالما حييت، وسأحبك كل يوم أكثر، وسيظل حضنك ملجأ الذي أرتمي فيه كأنني لم أكبر يوما، كأنني لم أكبر يوما. وسأظل أقبل أطرافك الناعمة دون كلل، داعية الله أن يبقي رائحة دفئك في أرجاء قلبي والمنزل. وككل سنة سأعدك بالطاعة لأشاغب وتوبخيني، وأعدك بالمسؤولية لأخل تارة وتلملميني، فأنا يا أمي طفلة تعجز أن تكبر أمامك وتفعل كل هذا لتنحني أمام عظمة عطائك. كل سنة وأنت بخير.